النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي المالي محكمة ابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمدعو سمير الوافي من أجل شبهة الرشوة والتحيل، وكذلك تورط في استغلال شخص ماله من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفئة الغير. والأبحاث ما زالت متواصلة لدى الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض أموال، وسبق للنيابة العمومية في نفس الموضوع أن أصدرت قرار تحجيز سفر ضد المانيا بالأمر، والعملية هذه كان مشرف عليها كما قلنا بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة أكثر من أسبوع في ديتاق سرية بطبيعة الحال، والأبحاث ما زالت جارية.